متابعين معكم من أول يوم قضية حادث فاشينيستا الكويت، واليوم في معلومات جديدة خاصة وحصرية لتفاعلكم. 10 أيام مرت على حبس فاشينيستا في الكويت، واللي متداول إنها فاطمة المؤمن. الحادث لا زال عنوان رئيسي في المنصات وترند من وقت ما صار في 24 أغسطس لغاية اليوم اللي هو اليوم العاشر لحبسها أو لحبس المتهمة على ذمة التحقيق. الداخلية كانت حبستها 10 أيام على ذمة التحقيق، ومن ساعات تم تجديد حبسها 10 أيام إضافية. تذكير سريع، في فجر 24 أغسطس صار الحادث بين سيارتين، واحدة كانت سايقتها الفاشينيستا وجنبها صاحب السيارة من نوع بنتلي، وقطعت إشارة حمراء بسرعة عالية جدا لتصطدم بالسيارة الثانية اللي كان فيها 4 شباب، توفي منهم 2 وانصاب 2 وهي من نوع لكسس. وقتها ضجت المنصات والأخبار في الحادث، وقيل إنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول، وبدأت التكهنات عن عقوبتها، هل هي جنحة ولا جناية. ناس تقول ما حيتعاقب أكثر من 3 سنوات وفق القانون، وكلام عن وساطات تدخلت في القضية للإفراج عنها و. ولكن وزارة الداخلية حسمت الجدل وقتها وحبستها على ذمة التحقيق، ووجهت لها 10 تهم بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة المرورية الحمراء والسرعة الزايدة والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة وغيرها من التهم. وبعدين انقلبت الدنيا من بعد ما تم تسريب فيديو للحظة الحادث، وانفتح جدل بين الناس اللي انتقدوا تسريبه واعتقدوا قاسي واعتبروه يعني قاسي على مشاعر أهل كل الأطراف، وبين اللي شافوا دليل على أنه الشباب ما تحرشوا فيها. وخلينا نقول أنه رواية التحرش هذه كمان كانت من الروايات اللي انقالت في الأول للدفاع عن الفاشينيستا، وانقال كمان أنه أختها رفعت قضية ضد المتوفيين بتهمة التحرش. طبعا الفيديو هذا قلب الدنيا على المنصات، وكانت وزارة الداخلية ردت على تسريبه ببيان انه راح تتم محاسبة اللي سرب الفيديو، وانه الوزارة محافظة على سرية التحقيقات. خلينا الآن ندخل في مستجدات الموضوع والمعلومات اللي وصلتنا من مصدر مطلع على القضية، وبعض هذه المعلومات بينسف كثير من القصص المتداولة. أولا، المصدر نفى الكلام والصور المتداولة عن العثور على مخدرات أو حبوب مخدرة في السيارة، وأكد أنه حتى نتائج تحليل عينات جسم المتهمة ما كان فيها مخدرات، وأنه مو موجه لها أي اتهام حول حيازة وتعاطي المخدرات. المصدر أكد أنه ما كان في أي تدخلات ولا وساطات لتخليص المتهمة من الحادث، وأنه لو كان صار هذا الشيء كانت وزارة الداخلية قدمت كل اللي حاولوا التدخل للقضاء، لأنه هذا الشيء بيعتبر جريمة وتدخل في سير التحقيق. كمان المصدر نفى الكلام المتداول عن وفاة شخص ثالث في الحادثة، وهذه كانت من أكثر الأخبار اللي انتشرت أونلاين، فكشف أنه اللي توفوا 2 والمصابين 2، واحد كان في العناية المركزة وطلع بعد ما تحسنت حالته، والثاني أصلاً إصابته طفيفة وكمان طلع من المستشفى. أما مرافق الفاشينيستا فكان في المخفر من أول يوم وما دخل العناية. وأما بالنسبة للشكوى اللي قيل أنه أخت المتهمة قدمتها ضد الشباب بأنه تحرشوا فيها، فتم التأكيد لنا أن القانون أصلاً ما بيسمح بتقديم شكاوى جزائية على الشخص المتوفى، ورواية التحرش كانت مجرد إشاعات من أحد المغردين من حساب اسمه علي الشمري، اللي ادعى أنه عنده فيديو مسجل ومستعد للإدلاء بشهادته أنه الفاشينيستا كانت جالسة بتهرب من تحرش الشباب. ومن بعد الناس ما قالت أنه الحساب لأهل فاطمة، اتضح أنه الحساب مو حقيقي، وأخذ صورة وهو أخذ هذا الشخص صورة لشخص ثاني مو هو، وجالس بيكتب روايات وكلام قيل انه مو صحيح. واليوم حتى اذا الواحد حاول انه يبحث عن الحساب حيلاقي انه الحساب هذا ما عاد موجود.
معلومة ثانية مهمة جدا قال لها المصدر لنا أنه فيديو الحادث تم عرضه على الفاشينيستا ومحاميينها من أول يوم، وهذا دليل بحسب المصدر أنه لا يمكن بعد ما يكونوا المحاميين والمتهمة شافوا الفيديو أنه مثلا تطلع أختها وتروج لرواية التحرش لتخليص أختها، خصوصا أنه كل شيء واضح في الفيديو. في كمان رواية تم تداولها أنه الحادث سببه خلل في المكابح. مصدرنا بينفي الموضوع تماما وبيقول انه بعض الناس لما شافت في الفيديو الفلاشرز شغاله تكهنوا بانه الموضوع خلل في المكابح، لكن في الحقيقه ما في شيء من هذا القبيل. وحتى مصدرنا نفالنا كمان اخبار عن تقدم دفاع الفاشينيستا بطلب اخضاع سيارتها لفحص من الاداره العامه للمرور للتاكد من موضوع المكابح. مصدرنا بيقول انه ما في طلب تقدم وانه شفهيا كلام المحققة أن السيارة سليمة. هذه المعلومات كلها مشاهدينا وفقا لمصدرنا مثل ما قلنا، وهو مصدر مقرب ومطلع. وبس كمان حابين نأكد أنه كان في كثير كلام تم تداوله أنه تم الإفراج عن الفاشينيستا وما إلى ذلك، بس نحن أكدنا لكم أنه اليوم تم تجديد حبسها لعشرة أيام. طيب أي شخص مشاهدينا له علاقة بالقضية، طرف في هذه القضية أو عنده معلومات مختلفة، له حق الرد والباب مفتوح أمام الجميع في تفاعلكم. وأكيد طبعاً نحن حنستمر في متابعة هذه القضية.